مساء الخير والحب والسعادة على كل مشاهدين راديو كاسيت. هيكون معاكم ضحى أحمد وسلمى خالد في أول حلقة من برنامج حكاوي بنات. أهلا بك يا سلمى. أهلا بك يا ضحى، ويا رب تكونوا بخير كل مشاهدين تلفزيون كاسيت. النهاردة هنتكلم في موضوعنا عن البنات. البنات هما تشيز كيك في المجتمع، وإن الحياة ما بتمشيش غير بيهم، ولا إيه؟ طبعا يا سلمى، زي ما أنتي ما قلتي، طبعا يا سلمى تشيز كيك مولتن كيك كمان. ندخل بقى في الموضوع. ربنا خلق البنت عشان نقدرها ونحترمها ونصونها، مش علشان ابدا ان احنا نقلب كرامتها ونهينها. من الصعب جدا ان احنا نلاقي شخص بيحترم البنت ويقدرها، ولا انت ايه رايك؟ اه طبعا يا سلمى، زي ما انت ما قلتي ان ربنا خلق البنت عشان يحترمها وان يقدرها الراجل، ما حدش يهينها. وطبعا ربنا خلق البنت برضو عشان تكمل الراجل وتكون نص التاني، ده حتى ربنا قال في القران وتسكنوا اليها. وده معناه ان هي الجزء المهم في حياته، وان هي بيته وسكنه. اوعي تفتكري انك اقل من الراجل في حاجه، بل بالعكس، انت بتكوني الام والزوجه والاخت والصديقه. خليكي دايما عارفه انك رقم واحد في كل حاجه، وان الحياه ما بتمشيش غير بيكي. كان في دايما مقوله دايما بنسمعها، ان وراء كل راجل عظيم امراه اعظم منه. طبعا اعظم منه. اوعي تخلي حد يحبطك او يسيطر عليكي، لان الحياه من غيرك ما بتمشيش. عالم البنات مليان اسرار وغموض كتير قوي، مش صعب ان انت تعرفه او تفهمه، بس برضو الموضوع مش صعب. هي تركيبة غريبة كده على بعضها، بس في برنامجنا هنحاول نفك التركيبة والعقدة دي. بصي، هو الموضوع في الأول بيبقى شبيه بعقدة صغيرة، بس بعد كده بنحاول ان احنا نفك التركيبة، بيبقى الموضوع أسهل من الأول بكتير خالص، ما بيبقى من غير عقد خالص. البنات بشكل عام ملهاش كتالوج، يعني ممكن بكلمة طيبة تكسبها، وممكن بكلمة دبشة تكرهك. مش بقول لكم تركيبة غريبة، لكن مش صعبة حلها. خلينا متفقين ان الراجل اللي بيحترم الست هي كمان بتحترمه، وده ما بيقللش منك، بالعكس ده بيزيد من احترامك لنفسك. الراجل الحقيقي هو اللي بيساعد الست على تحقيق ذاتها وطموحها، ولا ايه يا سلمى؟ اكيد طبعا. اكيد كل بنت بتحلم باليوم اللي هتلبس فيه الفستان الابيض وتكون عروسه وتفرح اهلها. خلينا دايما متفقين ان البنات اشكال والوان، لكن مش من السهل ان هم يتفقوا ويكونوا ملكات جمال في عيون اهو. اي نعم، ساعات البنات كتير بتعمل مشاكل من غير سبب، بس برضو احنا النص الحلو اللي في الدنيا. اكيد طبعا. بس نصيحة، بلاش تضيعوا أي لحظة من عمركم في زعل أو خناق. حتى لو مش مقتنع إنك تساعدها، كملي. حتى لو مش مقتنع بالفكرة، المهم تساندها لآخر الطريق عشان تكمل لحلمها. حاولي مرة واثنين وثلاثة وفشلي، بس أكيد هتوصلي لحلمك في الآخر، لأن أكيد ربنا ما بيضيعش تعب حد، ولأي نجاح ليها هو نجاح لي. سألي. أنت إيه ضحى تجربتك في البنات؟ كلنا يا سلمى عارفين ان البنات بتكره الكذب، بتكره الخداع، وبتكره التحكم، وبتكره السيطره. وبجانب كل ده، في تفاصيل صغيره الراجل لو اهتم بيها هتبقى كل حاجه كويسه، ومش هيبقى في مشاكل ما بينهم كتير. يعني مثلا الراجل ما بيهتمش بعيد جوازهم، ما بيهتمش باعياد الميلاد، ما بيهتمش باول مقابله مثلا هم اتقابلوها. فكل الحاجات دي بتضايق البنات. لو الرجاله اهتمت بس بالتفاصيل الصغيره دي، كل المشاكل هتتحل. اكيد. ما تقولي يا سلمى حاجه بقى، قالتيها دراما ليه؟ طب دراما بالدراما بقى، كم واحد فينا راح انترفيو ما اتقبلش؟ كم واحد فينا كان نفسه يخش كليه معينه وما دخلهاش؟ كم واحد فينا كان عايز يجيب مجموع كويس وما عرفش؟ انا بقول كفايه كده بقى. باختصار، مفيش حاجه بتيجي بالسهل. طول ما انت مصر على حلمك وبتسعى وراه، الحلم هيجي. السعاده مفتاح بسيط، بس اللي يعرف يستخدمه. هنفصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفصل، ودلوقتي هنتكلم عن انواع البنات. في بنات كتير قوي مننا، ومعظمنا اصلا كلنا كده. يعني مثلا انا واحده من الناس، ببقى مثلا عندي خروجه بكره او عندي اي حاجه، بفضل طول الليل افكر في لبس، وابقى هو حاطاه في دماغي طول الليل، في الاخر ما بلبسهوش اصلا. ايوه بالظبط. وبصحى الصبح اغير اللبس اصلا وبمنتهى الرضا، ولا كان في تفكير بالليل ولا كان في اي حاجه. زي الواحد كده لما بيروح الكليه بيفضل ياكل طول الوقت، وما بيعرفش يعمل ايه، وما بيحضرش محاضرات اصلا. ممكن يكون عنده امتحان ولازم يحضره، بس الاهم الاكل عنده.
لازم ناكل كتير. بالظبط. وفي برضو انواع من انواع البنات اللي هي بتبقى مكبره دماغها، زي سلمى ما قالت ان هي ما بتحضرش محاضرات ومكبره دماغها، بتروح الكليه بس عشان تاكل او مثلا تشوف صحابها. وفي بنات لا، انا رايحه الكليه، انا عندي هدف لازم يعني لازم احقق الهدف ده، انا جايه الكليه عشان ادرس، انا جايه الكليه عشان مثلا ابقى دكتوره. صح. بس وفي البنات النكديه بقى قوي، اللي هم على طول كده مكشرين، ورياكشن وشهم مكشر كده، هم ده طبعهم. زي في حاجه برضو الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه يعني بترضى البنت باقل حاجه. البنات كائنات طيبه جدا، سهل جدا انك تقنعها بكلمه بسيطه جدا، زي مثلا لما تكون ماشي في الشارع ومودك مكشر جدا، فممكن اي حد يضحك لك فمودك يتغير. بالظبط. وفي بنات برضو ما بتبقاش نكديه، هي بتبقى بطبعها ضحكتها حلوه على طول، وانت لما بتشوفها يعني انت بترتاح ان انت بتشوف البنات دي او الناس دي عامه، لان هم بيبقوا ناس بشوشه جدا واي زعل بيروح على طول. ما فيش حاجه احلى مننا اصلا. ومعانا زهره من السعوديه. ازيك يا زهره؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي يا زهره. اشكركم لانكم مقدمين برنامج فعلا فعلا محتاجينه احنا بهاليومين. شكرا. شكرا شكرا يا زهره. على ايش انتوا اللي مقدمين اشي عم يفيدنا فعلا. حابه اشكر البرنامج بتاعكم لانه فعلا فعلا بحس هيك ان المراه هاي اليومين مظلومه، ما عم تعمل اشي يفيدها هاي اليومين، خلاص من جرفه ورا الزواج وعم تضيع مستقبلها. أيوة ما عم تهتم بكثير اشياء. ايوه صح. اكيد يا زهره، المهم تكون عندك ثقه بنفسك. طبعا طبعا. شكرا يا عمري، بشكركم مره ثانيه على هالبرنامج وعلى الموضوع الجلل. شكرا على اتصالك يا زهره. معانا مريم من شبرا. ازيك يا ضحى؟ ازيك يا مريم؟ عامله ايه انتي وسلمى؟ الحمد لله يا مريم، عامله ايه؟ تمام. انا قلت اتصل بيكو عشان انا بحب البرنامج جدا. صحابنا اللي فاضحين. شكرا يا مريم. ايه رايك في الحلقه؟ حلوه طبعا عشان انتوا احلى بنتين في الدنيا. شكرا يا مريم. مش عايزه تسالي حاجه؟ لا شكرا، مفيش اي حاجه. انا بس كنت بكلمكم ان انا اشكركم على تواجدكم في التلفزيون وكده. العفو يا مريم. شكرا يا مريم. وفي نهايه حلقتنا في نهاية حلقتنا حابة أقول إن الدنيا بسيطة بس يا ريت ما نعقدهاش، ولو سوري الدنيا بسيطة بس يا ريت ما نعقدهاش، حولوا لحظات الفشل لنجاح وما تضيعوش أي لحظة من عمركم. السعادة مفتاح بسيط بس اللي يعرف يستخدمه. واستنونا في حلقة جديدة من برنامج حكاوي بنات.